ايش بدك؟ سعد. ايش بدك؟ ليش انت بتلطش كلامنا؟ ايش؟ ليش انت بتلطش كلامنا؟ بلطش كلامكم؟ مو كلامكم بترد؟ ايش اسمك انت طيب؟ عبد الله. عبد الله ايش؟ عبد الله ابو داير. عبد الله ابو داير. وانت عبد الله ابو داير؟ محمود ابو داير. محمود ابو محمد ابو داير. وانت خالته ابو داير؟ لا. وين؟ ليش ما بتجيش على الروضة لك من زمان؟ عشان في اجازة كبيرة. اجازة كبيرة؟ ايش عملت الاجازة؟ لا عملوا لنا اجازة واحنا بنلعب. ايش عملتي طب انت بالاجازة؟ واحد نام. ايش؟ كل يوم بنام. كل يوم بتنامي؟ اجي نام. بلحق علينا ناس. اجي ناس. استنى مين اجى عليك؟ شاهد صاحبتي. ايه؟ شاهد صاحبتي. وش طعمتوها؟ مكسرات. وين انت ايش ما تعملتليش مكسرات؟ وانت؟ وين كنت بالاجازة؟ اجازة؟ في الدار. ايش كنت تساوي؟ كنت احضر التلفزيون. تلفزيون؟ اخويا ضل ياخذ الكبوت عشان ما حدش يحضر صح؟ وانت ايش عملت الاجازة؟ اتعلم الناس. برضو؟ انا رحت الاجازه على الملاهي والمساوي. انت لا ضل يجي عليه ناس. تمام عشان عمليه ابويا. ابوك بقى عيان؟ لا عمليته عشان سلامته ظهره بيجع. الف سلامه عليك. وانت ايش اسمك؟ ماريا. ايش عملتي بالاجازه؟ بزعل منك. ايش عملتي بالاجازه؟ تلفزيون. برضو؟ انتوا بالاجازة بس بتحضروا تلفزيون. خويا ظل ياخذ الاجازة كون قاعد على الجوال. برضو؟ جوال وتلفزيون. بضل عبد. هذا الشاطر زكفوا له يعني. عشان بضل يقرا بالاجازة بحفظ وبكتب. وبكتب الواجب. شاطر. منى. يلا باي يا حلوين. ايش انت؟ بابا باكل بندورة. تاكل بندورة. وانت؟ انا بدرس. شاطرة انت. برضه زكفولة. هذا ايش اسمك؟ بحب الله وبدرس وباكل. شطورة. بحب الروضة. وانت ما بتحبش الروضة؟ انا بحبها. شاطرين.